رجال أمن وأمان يبذلون الغالي والنفيس للذود عن الحمى، رافعين راية الله الوطن الأمير، تسبقهم هتافات نموت نموت وتحيا الكويت. فكانت فرحة التخرج من أكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية. والله الحمد لله، يعني بعد تعب 4 سنين نحصل مثل هالفرحة مع الأهل والجماعة مثل ما انت شايف. الحمد لله على كل حال، يعني ما أقدر أوصف لك كلش الفرحة، ما تنوصف والله. والله المبروك للدفعة كافة، والله يوفقهم إن شاء الله طالما على المناصب، ويوم ما يوصف صراحة. الله يطول بأعمارهم إن شاء الله، ما قصروا، اللي شاركونا بالفرحة يطول بأعمارهم ويرحم والديهم، إن شاء الله نخدمهم بالأفراح. 345 خريجا في الدفعة 44 و23 خريجا من دول خليجية وعربية فخروا بالانتساب لكلية أمنية. أتحمد ربي وأشكره جزيل الشكر على هذا اليوم الجميل جدا اللي صار نستناه 4 سنين، الحمد لله شكر الله، وحصولنا على بكالوريوس القانون والعلوم الشرطية، ووجود أهلي بأرض الكويت، جونا زوار من المملكة الأردنية الهاشمية وأحلى ضيوف في الدنيا، والحمد لله تم فرحتي وفرحتهم وفرحة أهل الكويت كلها، نتحمد الله ونشكره بنهاية، الحمد لله شكر الله. قبلة على جبين الكويت تخالطها دموع فرح وهزيج بعد سنوات 4 فيها من التدريب وغرس الانتماء والولاء. هذا اليوم المبارك اللي الولد قدر يوصل بالعمر هذا ويوصل مكان هذا يخدم بلده ودينه ووطنه، وأكبر شرف لنا يوم خرج سمو أمير البلاد، واليوم عيد صراحة. على نهج الأولين سائرون ولنداء الواجب ملبون، حافظين عهدا لأمير وصادقين الوعد لولي عهده الأمين، ليكونوا درعا لوطن ومواطن يفخر بهم شعب وتعتز بهم قيادة. دفعة جديدة من مصنع الرجال بأكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية، سور يحمي الكويت وعين ساهرة للكويت وشعبها. أحمد المسعودي للتلفزيون المجلس.